مساء الخير أعزائي المشاهدين، برنامجكم اليومي فطور وسحور من على قناة الفلوجة الفضائية. معكم شيف عمار، آسف الهاي لأن كانت سماعه مو زينة أذني. هذا البرنامج برعاية المطبخ المواصلي الكائن في إسطنبول. يوسف باشا من تقديمي أنا شيف عمار. اليوم عندنا طبعا أكلة أقدر أقول أكلة تاريخية أو أكلة أهل الموصل يعرفوها، بالذات أهل الموصل حصرا يعرفوها هاي الأكلة. هاي الأكلة هي اسمها البرمة، البرمة المصلاوية. اللي يسمعها يقول برمة شنو؟ البرمة شنو يعني حلويات؟ أقول لا، عندنا برمة حلويات، بس عندنا برمة هي عبارة عن أكلة مصلاوية أصيلة قديمة جدا نسوحها أهل الموصل عتيقة حيل. زين، فاليوم حنسويها وياكم هالأكلة. طبعا الأكلة كلش بسيطة وكلش مفيدة، كلها فيتامينات، كلها بروتينات، الأهل الرجيم تفيدهم، واللي عنده مثلا اللي عنده أمراض معينة من يعني ما يقدر ياكل أي أكل فياكلها هاي الأكلة. طبعا نوهت لها هاي الأكلة، بس هسه انتم حتشوفون شنو موادها زين وشو البهارات نحطها، عم تتعادل موادها ومع البهارات ونقدمها الأكلة وياكم. الأكلة هي عبارة عن لوبيا، شرط اللوبيا العراقية. أنا سلقت هاي اللوبيا، سلقت وياكم هاي اللوبيا على مود تشوفون لونها. الشرط انه هاي اللوبيا مو تجيبوا لي لوبيا بيضاء، لوبيا حمراء العراقية هاي شرط. وعدس ما مقشر، تشوفوا هذا العدس، عدس ما مقشر، عدس حوله كامل ما مقشر، المقادير على الشاشة، عدس ما مقشر، عدس ما مقشر، وحبية هذا شوفوها الحبية. طبعا أنا شوية ما تنسى علقة، بس عادي تجيبون حبية من هاي اليابسة، حبية ولحم مال الغنم هذا الحجم، هو والعظم مالته، لحم مال الغنم هو والعظم مالته. هاي مواد اليوم طبخة مالتنا، شفتوها ايش قد سهلة وايش قد بسيطة، بس طريقة العمل كلش تطول وياكم، لأنه تقريبا تطول طريقة العمل بالساعات. نعم بالساعات، هاي الطريقة مال العمل مالتها هي، لأنه لذيذة جدا هاي الأكلة. فأنصح أم البيت أو اللي تسوي هالأكلة وياي يسويها باكر الصبح، خلينا نقول يسويها باكر أول ما يقعد من النوم الساعة 11 11 ونص يبدي يسويها وقت الغداء العادي. الساعة 1 يحط الجدر على النار، الساعة 7 يشيله الجدر على النار، حشوفها في الجدر صار عنده فتشي كلش طيب. انا طبعا ما راح، انا بصراحه انا سويت، انا هسه حاطها على النار طبعا نص صبح، انا كلش حاطها على النار صباح يعني تقريبا بالتسعة تسعة وشوي، يعني اول ما بلشت حطيتها على النار ولا زالت على النار، نار جدا هادئه عم تلزق عندي، نار هادئه مثل ما تشوفوها هسه انتو. اللي حطيته بالبدايه، اللي حطيته اول شيء حطيت اللوبيا مقدار قلاص كامل، لوبيا مقدار قلاص كامل، وحطيت العدس مقدار نص قلاص عدس، نص قلاص عدس، وحطيت الحبية ربع قلاص حبية. نعيد من جديد، حطيت قلاص كامل من هاي اللوبيا الحمراء، ما عليكم بالسلق مالتها، انا اخذت من شويه قبل ما، لانه ما اخذت تازه، تحطونها تازه اللوبيا الحمراء، شرط الحمراء، ما ينفع اي لوبيا اخرى. اللوبيا التازه نحط كلاص كامل، كلاص كامل، وحطيت العدس نص كلاص، عدس نص كلاص، وربع كلاص حبيه. الربع كلاص مال حبية نحطه على صفحة، نحط أول شيء العدس واللوبيا، نحط كلاص عدس نص، عفوا نص كلاص عدس كلاص لوبيا، أو كلاص لوبيا نص كلاص عدس مع اللحم، نخليها تغلي لمدة نص ساعة. أعيد، كلاص لوبيا بنص كلاص عدس مع اللحم، هذا اللحم طبعا مع العظم بالبداية، أخليها تغلي لمدة نص ساعة، أشيل الزفرة، طبعا حتطلع لي الزفرة لازم، لأن عندنا عدس وعندنا
لحم، اشيل الزفره من عندها، كشه منها الزفره، وبعدين احط الربع اقلاص الحبيه معاهم. هعيد الاخر مره وياي اعزائي المشاهدين، قلاص كامل مال لوبيا حمراء، شرط لوبيا حمراء، قلاص كامل حطيناه بالجدر، نص قلاص هذا العدس الغير مقشور كامل، نص قلاص مع اللحم. شرحة مال اللحم لازم هاي اقل شيء تكون 100 غرام 150 غرام وزنها، اذا قلاص او، لان هي هاي الاكله كلش تحب اللحم. حطيناها لمده نصف ساعه، قشينا الزفره من عندها وحطينا الربع قلاص مال حبيه. هسه اشيل هاي الاول طبخه، انا طبعا حطيتها بمعون، عم ارجع اكرر عليكم اللي مثلا نسى او ما تفرجها يقول شو حصل هاي الاكله. هسه شوف احنا بعدنا بنص تقريبا، هي استوت كامل. هاي اهل الموصل او ايام زمان كان شو يسوي، يحطوها يحطونها الاكله يحطوها على الصوبه، الصوبه يخلوها ناصي كلش، يبقوها الثاني يوم بالضبط، الثاني يوم يلا تصير هاي الاكله. تلاقوها ثاني يوم اللحم مع العدس مع الحبيه كله من يعني غادي فتشي، كله مورود وكلش طعمها طيب. البهارات اللي تنحط عليها، البهارات تنحط عليها كمون وفلفل اسود، كمون بس طبعا كمون هو نحط هسه هاي الكميه، اذا قلاص بنص قلاص بهاي باللحم 100 غرام وبربع حبيه نحط له فد ملعقه مال الطعام مال كوب كمون، ملح، ماجي، فلفل اسود قليل كلش مو اكثر من هاي المواد البهارات مالتها، ملح، ماجي، كمون، لان تعرفون نحط الكمون لان هاي بها الحبيه وبها اللوبيا وبها العدس، فالثلاثه لازم يراد تهدئه وياهن كمون، ممتاز انهن بهاراتهن. اكله جدا لذيذه، حنشوف هسه احنا ان شاء الله بعد ما تستوي، طبعا تشوفوا ايش قد النار هذا مالتها، ويا دوب تغلي، يا دوب قاعد تغلي. ليش هي هاي الاكله هيك تصير؟ هم اهل الموصل طبعا سووها صحيه، تكون على نار جدا هادئه، اللحم تعرفون يذب مونته يتفتت بعدين، فناس تاخذ من مونه ناس، تخيل الطعم شو حيكون، تخيل الطعم مالته شو حيكون. اتمنى تسووها، هي اكله موصليه جدا شهيره، وتحياتي لاهل الموصل اهلنا الكرام. نقبخ هسه مالتنا الجدريه ونبدي باكلتنا الثانيه بما تصير هاي الاكله اللي قلت لكم عليها، هي البرمه. نجيب هسه شنو اكلتنا الثانيه، هي حلقات البصل، حلقات البصل بالكفته او باللحم المفروم. لاحتاجه هذا اللحم المفروم، واحتاج هاي البصله متوسطه الحجم او نجيب صغيره، هاي عم تكون متوسطه الحجم. هذا الجبن القشقوان، مسحوق البقسم، الطحين البيض، وش هاي البهارات هسه حعددها قدامكم. كلش بسيطه هاي الاكله وكلش طيبه، بسيطه وكلش طيبه. عندنا اتصال بيداء من السليمانيه ويانا، شوفوا بصل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيداء. كيف عمار؟ اهلا وسهلا بيك. رمضان كريم. رمضان كريم عليك، حم الله والديك. خلص رمضان، ما بقى ايام بسيطه للعيد، يومين ثلاثه. اي والله، وانا على مود يومين ثلاثه قلت اجلس لك على الحلويات. حلويات ما تتابعين انت بيداء؟ اليوم ما اليوم ما تنحن نسوي حلويات، بس احنا قبل يمكن يومين ثلاثه ما اعرف والله شو وقت سوينا زلابيه وسوينا كليتشه وسوينا شكر لما. اي والله انا ما كنت موجوده، كنت في السوق وقالت اختي ما رجعت. ولا يهمك، طلعيها على اليوتيوب، اكتبي فطور وسحور مع الشيف عمار على قناه الفلوجه الفضائيه، تطلعش الحلقه كلها كامله وتفرجيها. ممكن سؤال؟ عيني. سؤال؟ ايه تفضلي عمري. اريد نمسمه. من السماء؟ اي اي. هذا مو شغلتي من السماء، هذا هو من السماء. يحطوا له مواد بسيطة كلش وتطلع عليك هذا من السماء. هذا الأصلي، احنا ما نشتغل شغل رب العالمين، هذا هو من السماء ينزل بسليمانية حصرا، منطقة بسليمانية، ويحطوا له مواد وبيعوه. هذا سحولة من السماء، هذا مو يمي. بسليمانية موجود. اي هذا فقط بسليمانية ومتوزع أنحاء على أنحاء العراق. يعني ما تعرف تسويه؟ لا ما نعرف، احنا هذا شغل رب العالمين، هذا مو شغلنا.
يا اهلا وسهلا، شكرا لاتصالك. شلون يسوي من السماء ما اعرف. الله هو سواه سبحان الله. هسه نرجع علينا، نرجع هاي البصل مالتنا قشرناه مثل ما تشوفون. من قشرت البصل وطلع لي بهالشكل هذا، نقصه على شكل، عفوا نقصه اعراض عريض، يعني هالبصله صارت ثلاث اقسام. ابدي اطلع حلقات البصل بهالطريقه هاي، كلش بسيطه، اي واحد يقدر يسويها. اطلعها بهالاقسام، يعني شنو ادير بالي انه ما اكسرها. طلعت هاي وحده، اطلع يعني البصل الوحده خير من الله تطلع لي حلقات. زين اطلع هل اقدر عليه من الحلقات، احاول انه ما اكسرها لما تنكسر، يعني هي تصير مو مصير اذا تنكسر، بس نطلع هالحلقات اللي نقدر عليها على كيفنا. هاي مثل ما تشوفوها انكسرت، هاي بداية اول وحده ما راح تنفع، اجي على الثانيه اطلع منها اللي اقدر عليه بالطريقه هاي. هي طبعا لازم حتكسر عندكم، نعم الناس قد اشتغلها هم تنكسر عندي عادي، بس هل اقدر اطلعها من عندها. هذا شوفوا بعدين كيفه طلع، ما تعبني وياه. هاي حلقات اللي هسه شفتوها مثل ما رويتكم شلون قشرت البصله، شلون طلعت من هالحلقات بهالطريقه هاي. جهزت الحلقات انا هنا عندي، هسه ابدي اجهز اللحم. هذا تشوفون اللحم شو احتاج له بهارات. هذا عندي هذا البصل، بصل يابس، تقدرون انتم تبرشون بصل، تجيبون برشه تبرشون بصل، هالكميه مقدار ملعقه مال طعام، تبرشون بصل عادي، بس انا جبت يابس شويه طعمه طيب، اكو بالاسواق يبيعون يابس. عندنا اتصال من كربلاء، الاسم ما ادري، ام ناديه من كربلاء. الو، عندنا فلس الاسود. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا منادي، هلا بيك. عيد سعيد ان شاء الله. يا الله بشرتينا بالعيد. الله يبشرك بالخير ان شاء الله، عيد سعيد عليكم ان شاء الله. تسلم، رحم الله والديك. والديك. يعني اريد شو اسمه الحلقوم يعني. الحلقوم والله شوفوا اني بالنسبه لي على الحلويات ان شاء الله انا هسه بقيت ثلاث ايام او فان اي ثلاث حلقات ان شاء الله حقدم بها الحلويات اللي عندي منها هي الحلقوم ان شاء الله نقدمها وياكم. انا اخاف ارد لك يعني والله انا على طيله شهر رمضان يسالوني اسئله عن الحلويات، انا طلعت برنامج طبخ فمن يجون يسالون عن الحلويات، الحلويات انا صار لي فتره ما اشتغلها، اخاف ارد لكم شغله غلط، اخاف ارد لكم فد شغله زايده او ناقصه تطلع مو زينه، بعدين تقولون هذا الشيف عمار رد لنا اياها، فاحب انه اشتغل ان شاء الله امامكم زين، واذا توقع عندي ذاكره في يومين يعني ثلاثه هم ارد لكم اياها ما عندي اي مانع. شكرا لاتصالك، شكرا لاتصالك. هاي الفلفل الاسود والبابريكا والكمون، هاي فقط البهارات مالتنا. طبعا انا هذا اللحم انا حاطله، اللحم انا حاطله ماجي وملح، ماجي وملح حاطه حسب الرغبه، انا احبها بالنسبه لي احبها هاي الاكله، ومعظم الناس تحبها شويه مالحه. زين هسه احنا ايش راح نسوي؟ حنعجنها، إذا ممكن الصوت ولا زحمة، حنعجنها بهاي الطريقة، نعجنها بهاي الطريقة كليتها مثل ما تشوفون. نعجنها طبعا، اللحم هو هذا يحب البصل، اذا تريدون تحطوا له ثوم، ثوم ماكو مانع، هم طيب ويا ثوم، بس انا ما حطيت ثوم لان يعني هو هاي اطباق رمضانيه احنا نسوي، احيانا الثوم يؤذي بعض الناس
لان ما راح يكون يعني مستوي 100%. طبعا انا سويت اني انا حطيت الطاوه هاي وحطيت بها دهن، حطيت على نار هادئه جدا مثل ما تشوفون. هسه عجنتها وخبطت البهارات. اليوم انا دا اطبخ وياكم على الهواء ما عدا الطبخه الرئيسيه مالتنا اللي هي على نار جدا هادئه نص صباحيات انا حاطها. عندنا اتصال الاسم من سليمانيه، يونان ما اعرف، رونات من سليم، ايناس مدى اسمع عفوا زين، ايناس من سليمانيه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيف عمار، اهلا وسهلا. الله يرحم الله والديك على هاي الاكلات الطيبه. اشكرك، انا اشكرك، رحم الله والديك انت. تفضلي ايناس. والله حبيت بس اعرف الدجاج من اشويه اللي يحط الخال مال التفاح او مال الحامض؟ لا، احط للدجاج الخل التفاح. خل التفاح يكون افضل بهوايه، تحطين اي نوع من الخل. اكو مرات يبيعون بالسوق خل العنب، شايفته ولا لا؟ اذا ان وجد خل العنب بعد احسن من خل التفاح، بس ان وجد خل العنب. بس اذا ما موجود، طبعا الحموضه مالته مال الدجاج حطي خل التفاح ممتاز، وخل العنب بعد احسن من خل التفاح، بس لا تحطين خل التمر له، ما طيب يصير دجاج. لا رحم الله والديك، وبحب عيدك كل عيد وايامك سعيده وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بالف خير، شكرا لاتصالك، الف شكر، ممنون منك. هسه بعد ما عجنت هاي اللحم هذا مالتي، اجيب هاي حلقات البصل. طبعا اجيب الجبن هذا، الجبن تريدون مال كشر، مال همبرجر، تريدون مال قشقوان، براحتكم. انا جبت مال قشقوان لانه انا الهدف عندي انه نسيح الجبن يصير طيب. فاجيب هاي الحلقات اللي تشوفوها، ابدي احط فشي بسيط من اللحم هالطريقه هاي، واحط شوي من هذا الجبن المبروش، هذا الجبن داير ما دايرها، واحط اللحم همتين فوقها هالطريقة. بالمناسبة طريقة عالمية هواية يسووها. المهم صغتها كملت أول قطعة، أجي على ثاني قطعة، حط فتشي بسيط فتشي بسيط. احنا حنشتغل القطع كلتها وياكم، حشوفون انتو النتيجة الأخيرة. ابدي احط هذا الجبن داير مدايره. طبعا تقدرون تحطوا جبن وصله عاديه، بس لازم تكون شويه وصله خفيفه يعني مو ثخينه. فانا حطيت المبروش للامان، انا مسويها بقطع عاديه مال جبن مال كشر، طلعت همتين كلش حلوه وكلش طيبه. بس احنا نريد نسوي، طبعا القطع الصغار دائما يعني احبها، تصير اطيب من الكبار ما اعرف ليش. هاي تشوفون قطعه بسيطه مال اللحم، مثل طبعا الثرم مال اللحم شرط يكون ثرم ناعم مو ثرم خشن. ناعم هيك سوالف مال القيمه ومال القلي يكون تسيطرون عليه اكثر، يستوي بساع والنار جدا هادئه، لانه هذا اللحم ما يستوي اذا مو على نار هادئه، ولا حتى البصل. هاي الحلقه جربوها اليوم، كلش سهلة وبسيطة وطيبة بنفس الوقت. هاي القطعة، يلا هاي حماتين نفس الشيء، هاي القطعة. بعد تشوفون حطينا هذا الجبن هنا فوقها، نحط اللحم. يا هذا دائما الجبن ويا اللحم ويا البيض، عفوا ويا الدجاج، كلش طيب. هذا اللي تشوفوه، هذه القطعة مالتنا الأخيرة. خلينا نسوي خمس قطع. هاي طبعا تنقل هيج سادة، ما ينحط وياها لا خبز ولا صمون، لأن كلش طعمها طيب، فيستحسن نسوي منها قطع هواية.
تستحسن تستوي منها قطع هواية. ها خلصنا هسه نجي على المرحلة الأخيرة مالته. شو راح نسوي؟ حنجيب طحين، طحين و باودر مال البقسم، يعني مسحوق البقسم، فتات مال البقسم، وهذا البيض انا هسه قبل شويه خفقته. تشوفون بيضها كامل، لا ساده صفار ولا ابد، كامل البيض. اجي اغلفها بالطحين بهالطريقه هاي، طحين بهالطريقه هاي كليتهن، اغلفهن بالطحين هاي طريقه. تشوفون منظرها هسه، حتشوفون الشكل الاخير مالتها ان شاء الله تكمل. تشوفون هسه هسه طبعا لازم هاي تحب الصاص، تحب الكاتشب، من تخلص كلش طيبه ويا الصاص ويا الكاتشب. بعدين غمسها بالبيض بهالطريقه هاي، غمسها بالبيض وغمسها هنا على بهذا مسحوق البقسم من جديد بالبيض. تشوفون عندنا بورده في بغداد اتصال. شوفون من الو 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 اهلا بورده، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بورده. شلونك عيني؟ هلا حبيبي، أمرني. بس أبد الصلصة مال السمك المزقوف، لا صلصة. تعرفها صلصة مال السمك المزقوف سهلة، كلش سهلة صلصة السمك المزقوف. تيد شو وقت تسكفى السمك؟ عند عمك على الصلصة اليوم تيد تسكفى؟ يعني لو هسه عندك ساعة جاهز من راد للشي هو السمك مزقوف الصلصة مالته. لا بس المقادير زحمة عليك. المقادير جيب ملعقة صغيرة مال الكمون، ملعقة مال دبس الرمان، طبعا ملعقة صغيرة اقصد معني خاشوقة مال شاي مال الكمون، دبس الرمان، ثوم، خاشوقة مال شاي. ايه هم ومعجون، تخلطهم كلهم سوا، تخلطهم كلهم سوا، تصير الصلصة مال السمك مزقوف، ما يحتاج لانه بهارات هواية. لان هو سهل، هو يعتمد اكثر شيء على الشوي مال، على الشوي مال الفحم، فيصير طعمه كلش طيب، وكل ما قلت البهارات كل ما صار طعمه اطيب. لان هو بالاخير السمك المزقوف ما حيحطوا له الحامض مالته فين طلع حموضه. ويانا؟ اي اشوي على الحطب مو على الفحم. بس لو نص التلفزيون عم نسمعك زين. اقول لك اشوي على الحطب مو على الفحم. اي يستوي على الحطب على الفحم نفس الشيء. انا صيد لا اذا مو اكو ناس يسووها على الفحم، يسوون سمك مزقوف على الفحم، فحم هو يعطي نفس الريحه مال الحطب. هسه الحديث هذا السمك المزقوف اللي يسوي الحديث زين يعطي نفس الريحه. انا احكي على الابديت مال السمك. هسه اعزائي المشاهدين حنكمل هذني وحنقليه، حناخذ فاصل ويانا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، وهسه توني خلصت اخر قطعه انه اغمسها الوثها عفوا بالبيض والبقسم والطحين. مثل ما شفتوا تغلفون اول شيء بالطحين، بعدين بيض، بعدين بقسم، بعدين بيض، بعدين بقسم. ليش؟ عند شويه القطعه تاخذ اكبر كميه من المسحوق وتصير تطي نفسها. هسه نجي على خلصنا هاي شغلاتنا، نرجع نقلي مالتنا. اهم شيء قلنا بالقلي انه الدهن يكون كلش يعني مو بارد بس كلش نار هادئه. حط قطعتنا تشوفون ايش قد النار هادئه هنا، أنا كلش هادئه كلش، شويه نزيد فالدرجتين. حتى لو مثلا حطيناها بزيت وزيدنا عليها الدرجتين بعد افضل، لان احنا نريد نستغل هدوء النار على مود اللحم عندنا. ابد الدهن ما يصير حار، ابدا يصير دهن حار، لازم كلش. عندنا معالي اتصال ويانا،
الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. وعليكم السلام. اهلا معالي، تفضل. رمضان كريم عليكم علي، اهلا وسهلا. تفضل يعني معالي. بس اتصل على العجينه مال الكبه. العجينه مال الكبه، اي كبه من هن؟ انا هواي اسوي الكبه بهاي. طبعا مرقد من اسويها تنفتح. نعم. دائما من اسوي العجينه تنفتح من خليها الماء. ماذا اسمع صوت؟ العجينه تفلت، العجينه تفلت، ليش تفلت العجينه؟ بس شلون تسوي العجينه انت؟ العجينه مال الكبه مال المرقه، خليها بالمرقه اسويها تنفتح دائما. لا اسلقيها الكبه وشي بمي، مي وملح. شوفي الكبه تسوي لها مثل التيست بسيط. اذا الكبه انفتحت عندك تحطيها بالمرقه. عيدي من جديد الكبه، الظاهر الكبه انت ما عجنتها زين. فاذا يصير عندك فتح يصير عندك كبه. لا تحطيها بالمرقه. خليها بالمي والملح. اول شيء حطيها بالمي والملح، سلقيها من الطوف حطيها بالمرقه. دائما نسوي هذا التيست وياكم. دائما تيست سوي ان شاء الله ما تنفتح عندك. شكرا لاتصالك. هسه نرجع. نعم هسه حلقات البصل احنا نسويها. هسه المقادير مالت نجيب بصله متوسطه، متوسطه الحجم، 250 غرام مال لحم مفروم فرم ناعم، حسب الكميه. اللحم مفروم ناعم كيف 250 غرام، 100 غرام كيفكم. هسه المقادير ان شاء الله بالجو طلعت لكم، نص كيلو لحم مفروم كيفكم، ايش قد ما تريدون تسوون كميه سووا حسب الافراد مال الاسره. الطحين باودر، طحين ومسحوق البقسم والبيض والبهارات احنا اللي عددناها امامكم، البابيكا والفلفل الاسود وشويه كمون وشويه بصل مطحون، وعجناها العجينه وحطيناها بالوصل مثل ما شفتوا قبل شوي على الشاشه. هسه حطيتها على نار كلش هادئه، النار مثل ما تشوفون هاي النار اللي انا اريدها زين. بهالطريقه هاي تنحط. هسه هي بينما تستوي احنا خليه نبدي بالطبق الحلوى مالتنا اللي هو اسمه طبق الصودا. طبق الحلوى مالتنا اللي هو طبق الصودا. طبعا انا هنا سويت جبت دهن، جبت دهن عادي هذا اللي تشوفوه للدهن. المقادير مال الحلو هي عبارة عن ثلاث بيضات، هي عنهن ثلاث بيضات، غلاس كامل مال شكر مطحون، وغلاس كامل إن شاء الله مال زيت سمن نباتي، عفوا مو زيت، سمن نباتي، وهي المطحون حسب الرغبة، وبيكنج باودر تشيز كامل. فقط هاي المقادير مالتها إن شاء الله طلعت لكم على الشاشة كلش سهلة المقادير مالتها. أنا بدي أقلب شوية شوية على مود البصل ياخذ مدى. طبعا هاي كلش طيبه الاكله مع البصل مالتنا. اخليها شويه على النار بعدين كلش حامي. شويه نزيد شويه نزيد، حتى لو سوينا بهالطريقه بالبيت هي طريقه ما تعتبر ناجحه. حطيناها بالزيت وفتحنا الزيت راسا عليها، هو حيستوها اثناء ما يغلي الزيت، هي ان شاء الله كلها مستويه. فهسه نبدي بالمقادير، عفوا بال الطبق الحلو مالتنا كلش بسيط سهل. اجيب كلاس كامل او كوب كامل مع شكر الباودر. شكر الباودر مزبل بالاسواق بشكل مرات، يعني ادخل على سوبر ماركت الاقي حاط خانات كلها اقول لها شنو، اقول لك كلها شكر باودر. يا ترى ليش انت جايبهن؟ عفوا نسيت. لو جايب هذا الشكل باودر يقول لي اكثر شيء يستخدموه بالحلويات، وفعلا هو يستخدم بالحلويات. وهذا اللي امامكم الدهن، شوفوا الكميه. هذا دهن انا حطيته هنا شويه موعته، بس مو حار هذا الدهن، هذا كلش بارد الدهن. الدهن هذا كلش بارد لان اذا حار يسد راسا للشكر. هاي مثل ما تشوفوا، او بيكنج باودر، بيكنج باودر هذا كامل عليه، هذا بيكنج باودر فرغته. هسه
خلينا هذا فرغت البيكنج باودر. طبعا ححط هسه ال هيل المطحون حسب الرغبة طبعا، عاجبني احط فد نص خاشوقة او ربع خاشوقة لان هي الكمية قليلة. حطينا الهيل المطحون وابدي اخفق بيها. عندنا اتصال، عندنا اتصال ويانا ابو رعد. اتصال ابو رعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي استاذ؟ هلا حبيبي، هلا بيك ابو رعد. زين استاذ، متى اللي اعرف المكونات مال الدهين، الدهين الحر شلون بتذبحه عليه؟ قلبي شنو هي؟ الدهينه 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 بصراحه حلويات. والله حقيقه الامر هاي الدهينه انا ما اشتغلها، لانه قبل فتره اشتغلناها الدهينه وواحد كان عنده كوليسترول هي كلش مضله هاي الدهينه، فما حطيتها من ضمن جدولي ومن ضمن اعمالي نهائيا، لانه بصراحه الحلويات حيل مضره، فانا ما اشتغلها، انا اسف يعني ما عندي مقاديرها. شكرا لاتصالك. الحلويات هاي الدهينه قبل فتره احنا سوينا منها هاي الدهينه، عندنا صديقنا يعني اكل من عندها وصارت بذيك الصيره بالمستشفيات، ضلينا بالليل. ما احب انه اعقدكم بالقصه، بس هيك الشغلات دسمه وهيك الشغلات مضره بالصحه احنا ما نشتغلها، رغم انه اكو ناس فئه معينه تحبها هاي الحلويات. هسه تشوفون خفقنا الان، طبعا قبت ريحه الهيل المطحون، واحنا هسه قربنا انه على الطبق الثاني مالتنا انه يخلص الطبق الثاني مالتنا. قدنا بهالطريقه هاي، هسه هاي ننتظرها شويه تتحمر بالطاوه ونطلعها بورق الكلينكس. نطلعها بورق الكلينكس اول شيء. شوي تكلفنا معي بالمطبخ، بس المهم النتيجه مالتنا تكون مرضيه. احنا هنا نشتغل شغلتين، باهوش قد حلوه صارت. شويه نزاح منها عن هالبصل، مو مشكله. بعد ننتظرها تحمر اكثر، ننتظرها بعد تتحمر اكثر. انا مدي زيت، ربي الزيت عادي اللي متعلم متعود، ما يهمني. وارجع على الحلويات مالتي اللي هي هاي الصودا، تشوفون خفقتها كلها طبعا، شكل المطحون والدهن السمن النباتي او الحيواني ماكو مشكله، والهيل المطحون. طبعا هاي السمن اخذه اني اخذه من منتجات يعني معروفه مشهوره، ما اخذه فل من المحلات، لان هذا كلش ضار ومليان كوليسترول، ما انصحكم به. احنا اهم شيء الاكل لازم يكون صحي، لازم يكون هيلثي، على مود بنقدمه يعني ترحمونا وانه علمتنا على شغله صحيه، رغم انه انا استخدم مرات زيت هوايه، استخدم يعني الدهن هوايه عندي، بس لو تلاحظون الدهن اللي انا استخدمه هوايه هو كله نباتي. دهن نباتي ما عنده شيء. هسه اي نعم. هسه هنا أنا حطيت لهذا النهايه كليتين. حطينا الكوب الهاي، شو راح اسوي؟ هذا البيض مالتنا انا جبته هنا، ثلاث بيضات انا خالط، اخفقها. بالمناسبه البيض من تريدون تطلعون بيض وتسووه، حطوا فد كوب للتيست. اطق البيضه هنا، اشتمها اشوفها ما بيها شيء، ارجعها احطها هنا. مثلا اذا اسوي مجموعه مال البيض، ما احط البيض كله بان واحد، مثلا يجي اكومه طلعت الوحده فاسده حتاثر على الكل، واذب الكل بعدين البيض. فهاي هسه خلطت البيض، هسه ابدي هماتين اخفق بيها. شفتوا الطريقه مالتها كلش بسيطه، هاي
الابيض اللي خفقته. هسه هنا نبدا نخفق عاد ويانا، بس خفق شويه يكون سريع على مود يتمازج اكثر. دائما انصح مشاهدينا انه ياخذون الاكل ياخذوه من باب صحي، ما ياخذوه من باب انه طيب وخلاص. اكو هواي اكلات طيبه، احنا نعرف في جي 100 اكله طيبه، بس للاسف هي مو صحيه، فما انصحكم بها. تعودون احنا سوينا حلويات هوايه وسوينا اطباق هوايه الحمد لله، وكلها صحيه والحمد لله العالم جربتها. بس كلها بشفه ومن السماء بشفه اليوم، يعني هاي من السماء سبحان الله، ماده تنزل من السماء بسليمانيه حصرا، حطوا لها مواد هم اهلها يعني اهل سليمانيه. يعني اي حلوان يقول لك انا اسوي من السماء اقول له لا ماكو حكي، زين مع احترامي للشيفات حلوانيين. هسه تقريبا ها طبختنا مالتنا خلصت من شويه باوطت صارت بهذا الحجم، طلعها واحده واحده حطها ورق المطبخ هذا الكلينكس اللي يسحب الزيت من عندها تكون صحية أكثر. ولو احنا زيتنا همتين صحي نستخدمه، طبعا ريحتها كلش طيبة. ريحة البصل اللي يعني صار بيها مقلي، طبعا طاوة تروح سوينا حادثة في الأوت البارحة، نشيلها نخلص من عندها، ننظف مكاننا دائما. هاي انتظر شوية انه الزيت عفوا يروح من عندها شوية بهذا الورق المطبخ، ونبدي نحضر طبقنا. هسه هنا هاي مالتنا طبق خفقنا بيض. هسه حنبدي شوية شوية نحط طحين، يعني ساعه ملعقة ملعقتين، ابدي شوية شوية احط طحين الى ان اوصل فد قوام، اوصل فد قوام اني اريدها. هذا الطحين شوية شوية ابدي احط طحين معه على كيفي. استخدم احنا الحمد لله برنامجنا طوال هذا الشهر الكريم اللي قدمناه برنامج طبخ، ما اخترعنا اكلات من كيفنا، مجرد انه اني جبت سويت على الاكله ابديت تحديث اللي هو قدمتها بطريقه والناس جربتها هوايه بعدنا الحمد لله، قالوا اكلكم ممتاز حفظ الله. هاي تشوفون شلون بديت لا اخفق بها خاشقة عادية، ابدي احطها ما تنطحين، اريدها قوام معينة شوية، اريدها تثخن شوية بقوام معينة على مود تصير اطيب. هدفنا من هالحلقات خاصة في رمضان انه ندخل البيت نذكر ام البيت اليوم ايش راح تسوي فطور. الحمد لله وشكر نجحنا بهذا الشيء، وهاي ناس كانوا متابعينا كانوا يسوون ويانا الفطور، وسالوني ناس قالوا لي شنو رايك يعني انت سويت برنامج فطور وسحور، السحور شنو هو السحور؟ قلت له السحور ما اقدر اقدم به اطباق لان السحور دائما يكون خفيف، السحور دائما يكون خفيف ما يكون ثقيل. اكو ناس معظمهم اللي يبقى بالفطور اطباق شويه زينه لا باس بها، يعني مودي هنا مو حاره ياكلوها بالسحور، طبعا هذا الشيء انا يعني اقول اوكي، بس الاطباق الدسمه والاطباق شويه اللاذعه لا، طبعا هاي مثل انك بالسحور لان وراك انت يوم كامل معناتك تكون فارغه ومستوعب ماخذ اكل بالليل مو زين، فما انصح بهذا الشيء. هذا تشوفون لا واصل القوام معينه، قوام شويه تكون ثخينه، قوام شوية تكون ثخينة، بعد أدوس بها. دائما العجان يعني ما جبت، نعم نعم هسه شوفوا وصلت للقوام
اللي انا اريدها شويه معوها ثخينه. شوفوا هاي امامكم هذا القوام يكون ثخين هالطريقه. هسه حن هسه امامكم هاي طبعا يندهن هذا يندهن بزيت. انا حطيت دهن عادي بس هو يندهن بزيت. تبدون تصنعون وحدات يعني صغار من عندها الشكل اللي انتو تحبوه واللي انتو تريدوه الشكل اللي انتو تحبوه انتو تريدوه. بعدكم لو زايد حطوها هنا تاخذوا من عندها شوية اجمد لازم القوام من هذا بس ما يضر خط تطلع هشة ولو هي متنا كل شوية هشة زايد. شكل اللي انتو تحبوه انتو تريدوه قاعدة اثبتي بدي لان هاي متعلمة اشتغلها بالشفوف اشتغلها لازم اللي انتو تحبوه تريدوه الشكل. اذا شوية صارت كلش لينة حطوها بعد الطحين عادي مثل ما هاي السلعة دي. بس اني بالنسبة لي هاي حبهان كبار تكون شكل اللي تحبوه وانتو تريدوه. وهي تدخل الفرن على فرن نار هادئة مثل ما شفتوا انتو بالصورة وشفتوا القوام. هاي القوام هذا اللي احنا نريده وشوية بعد اقوى حطوا لها بعد الطحين اكثر عادي يصير القوام. كل ما تشوفون القوام ما يكون لين سايح لا شوي بقوه. كل ما تريدون تقووه حطوا له بعد الطحين بس لا تقووه كلش قوي طبعا. سووه شويه بي لزمه يعني بي شويه على مود تكون هش. وهذا الطبق طبعا بعد ما فوتناه للفرن مده 20 دقيقه 20 دقيقه الفرن مو كلش عالي. الفرن مو كلش عالي الفرن يكون حرارته 150 متوسط مالته يعني اذا عندنا 300 فرن حطه 150 يعني بالنص تقريبا. فوتنا 20 دقيقه طلعنا بهالطريقه هاي كلش هش وكلش طيب. طبعا هي هاي الحلويات مالتنا. وهسه نحضر الطبق الثاني مالتنا الرقائق او هاي طبعا بهالطريقه هاي تنحط. إذا عندكم خضرة هالطريقة هاي تنحط ونحط فوقها الكاتشب هالطريقة عفوا هذا سال عندي الكاتشب بس بهالطريقة ينحط الكاتشب وتنكل كلش طيبة. من اليوم جربوها. تنحط هاي مرات بصلصة خاصة يعني نحط لها مثلا طماطه او تنحط مثلا بصلصه خاصه نحطها طماطه او فلفل اسود زين وتتقدم بهالطريقه هاي. نحاول نفتح وحده من عندها ونشوف صار منها. شوفوا شكلها كلش حلو مفتوحة مستوي اللحم كامل وطعمها كلش طيب. اتمنى اليوم تجربوه زين. هاي تنكل بهالطريقة هاي تحطون خضرة ما تحطون خضرة هي بعد يمكم. هسه نجي على طبقنا الأخير. هسه أكيد استوت طبعا. هذا طبقنا الأخير اللي هو البرمة الموصلية مثل ما شفتون. أنا طبعا هذا من الصبح حاط المواد مالتها. هسه هاي شوفوا اللحمه منتهيه طبعا منتهيه بيها. شوفوا اللحمه شلون صايره منتهيه هاي اللحمه فشوفون متفسخه تفسخ. يا سلام على الريحه شقد طيبه. وهي هاي البرمه طبعا تنكل هاي مع الخبز او وحدها او مع الرز حسب الرغبه طبعا. سيه طبق ما يفوتكم ابدا في رمضان قبل ما ينتهي. اتمنى تسووه ان شاء الله. وقلت لكم نار هادئه جدا تحطون
تحطوها يعني على الاقل فتره 6 ساعات على النار الهادئه. يعني 6 ساعات هي تكون كامله. جينا الى نهايه حلقتنا. جينا نهايه الحلقه مالتنا، الطبخ مالتنا كالاتي. سوينا الطبق الاول البرمه الموصليه ان شاء الله سووها ويانا، وسوينا الطبق الثاني هي اقراص البصل بالكفته. كلش همتين طيب وسهل وبسيط، اي واحد يقدر يسويه. سوينا الطبق الثالث، طبق الحلو هو الصودا الحلويات. اتمنى تكون راقت لكم هاي اكلاتنا، واي اسئله واي استفسار عذروني اذا ما جاوبت على معظم الاسئله مالكم ومعظم الاستفسارات، لان تعرفون انه انا مشغول بالطبخ ما اقدر كل الاسئله اجاوبها، بس ان شاء الله يصير لنا وقت اخر نجاوب على كل الاسئله مالكم. نلتقيكم مباشره ان شاء الله من برنامج فطور وسحور، برنامج يوم رمضاني من على قناة الفلوجة الفضائية، من إعدادي وتقديمي الشيف عمار، برعاية المطبخ الموصلي الكان في اسطنبول للسيد باشا. مع السلامة.